حليت وقف الواتساب في المغرب كامل، اللي زعما نقول العالم كامل ماشي المغرب كامل، بحال الحياه ديال المغاربه وقفات، بحال كل شيء وقف، بحال الحياه ديال كل شيء متوقف على مواقع التواصل الاجتماعي، كل شيء عايش بمواقع التواصل الاجتماعي. بنادم اللي ما كيعرفش العائله ديالو عاد ولا تيجلس معاها، كاين اللي عاد شاف، كاين اللي عاد جلس مع والديه وعاد عرفهم كي دايرين. المهم الحياه ديالنا ولات مقتصره على مواقع التواصل الاجتماعي. بالنسبه لي انا شخصيا ما اثرتش عليا بزاف، يعني ملي حبسوا مواقع التواصل الاجتماعي قديت ندير بزاف ديال الحوايج، بحال البريباراسيون ديال القرايه ديالي، بحال الخدمه ديالي. فاش وقف فيسبوك وانستغرام ولي سوشيال ميديا، زعما انا بصراحه ما طرا في حياتي حتى شي حاجه ما تبدل فيها والو، حيت انا اصلا عندي شحال من حاجه كنت ديك الفتره كنديرها، داكشي علاش زعما ما تبدل حتى شي حاجه. كيفاش دوزتي الوقت؟ كيفاش قضيتي الوقت ديالك لا واتساب لا فيسبوك لا انستغرام؟ الصراحه انا كنت في السونتر ديال المانيا، كنت كنقرا، داكشي علاش زعما ما حسيت حتى شي حاجه، ما حسيت بوالو. صح انا درت العاديه فحكم انني استغرقت وقت كثير في القراءه في البحث العلمي، وهذا هو الاصل. وهذا هو الاصل. يعني كتشوف يعني هذيك الوقيته استغليتيها قريتي فيها عاودينا؟ طبيعه الحال هذه وقيته قرات فيها، يعني فانا من عادتي يومين اقرا 4 ساعات، يعني كانت فرصه مناسبه للقراءه ولا اكون بعيدا على مواقع التواصل الاجتماعي من اجل ارحم في وارحم فيكي. بالنسبه لي الصراحه انا ما عنديش ماشي واحد الانسان اللي ابهينغش بالنسبه لهاد المواقع التواصل، سو ما كانش عندي مشكل اصلا، ما لاحظتش الفرق حتى اتصلوا بيا الناس قالوا لي راه كاين شي مشكل في الواتساب وهكا وهكا. وهذه واحد ليكسبيريونس زوينه باش الناس اللي حياتهم مرتبطين فيها غير بهاد المواقع يعرفوا بلي شنو المصير ديالهم، يكون زعما الا وقعت شي مشكله وتحيدوا زعما في مره واحده. دابا كانت هي 5 ساعات ولكن قدرت تبين واحد الواقع المستقبل ديالهم الا خلاو حياتهم غير في هذا العالم الافتراضي. بالنسبه للتوقف جو بونس كان ديال 6 سوايع، ما كانش شي اشكال كبير من غير عند الناس اللي ربما تيخدموا بهاد لي ريزو سوسيو. بالنسبه لي انايا شخصيا زعما التوقف جاني عادي جدا، كي ممكن يوقع في اي مره. بالنسبه للفراغ ديالي انايا كنت يلاه خارج من الخدمه وغادي طالع للدار، ديكو بقات شي 3 سوايع اللي لقيت فيها شي حوايج اخرين ربما كنت متناسيهم بسبب هاد لي ريزو سوسيو. فاش توقف الواتساب وانستغرام داكشي ما كان ما يدا، ولكن كنت مشيت قريت دي ستوري صافي، مشيت عاونت ماما شويه وجلست مع العائله صافي، هادشي اللي كان. احنا ما عرفناش الضمان منين جا ولا من كيفاش جا، ولكن من واحد الناحيه زوان فهمتي، حيت ملي دخلت انا ما لقيتش داكشي فهمتي، كنت ضيع لي وقتي بزاف. انا ملي ما لقيتش داكشي اول حاجه درتها هي مشيت شديت المطبوع ديال الماط وخدمت واحد 3 ديال التمارين ولا 4 ودوزت وتكيت واحد الشويه فهمتي، حتى وصلت ديك 12 الليل بحال هكا فقت باش نتعشى ونعاود الناس، لقيت داكشي عاود رجع فهمتي. بالنسبه ليا هي من واحد الناحيه زوينه، ولكن من واحد الناحيه عاوتاني خايب فهمتي، كتبغي تعرف شنو كاين شنو طاري، كاين شي بغانك باش تعرفهم مثلا شي ماتش شي حاجه ولا كاين شي اخبار شي حاجات، ولكن فهمتي حنا تنضيعوا الوقت بزاف في السوشيال ميديا. البارح بحال ما رديتش البال انا، حيت اصلا ما كنتش في الدار وما كنتش مهتم بداك الشيء في ذاك الوقيته، حيت كان عندي شحال من حاجه نديرها بحال نخرج مع الدراري فهمتي، اصلا ما كنستعملش داك الشيء بزاف انا، الا لا بغيت نلعب ولا بغيت نتشري مع الدراري وصافي هادشي اللي كاين. ما زعما فهمتي كيحبس داكشي كيبقى راه الحياه كتكون مستمره بصراحه. صراحه انا دخلت البارح بالليل الفيسبوك كنتفاجئ بان راه كندير هيدا مثلا شي منشور ما كيتنشرش، دخلت الواتساب عيطت لشي عائله كيقول لي اتصال ما كاينش، شويه كندخل لواحد المجموعه في التليجرام انا من خاط فيها كنسمع بان راه الواتساب توقف، قلت صافي واقيلا ربما غادي توقف نهائيا، نرجعوا لديك العهد ديال الراديو والتلفازه والكتب. انا ما صراحه هاد مواقع التواصل دابا الاشكاليه حنا ولفنا هاد مواقع التواصل، يعني الا مشيت فين تحيدت راه
بعض الناس راه غتوقع في واحد الفراغ، غادي يوقع فراغ.